تقول عندي حلم يتكرر بأني أنا أرجع وأدرس من جديد وكذا. نورة، مثل ما تعلمين أنا ما أفسر أحلام، ودائما أقول والحمد لله، حتى أم هدى اللي أظن من العراق ما أدري والله، قالت أنا أعرف هذا الشيء، لكن ما تسأل، لابد تسألي معبر أخت الفاضل. وأحيانا الله أعلم، أنا ما أدري، الإنسان إذا كان في أول حياته يعني مجتهد على شيء ومركز في شيء، بعض الناس عنده اهتمام في الدراسة مبالغ فيه، هذا يبقى معه سبحان الله، دائما يتخيل أنه داخل امتحان وأنه بيرسب وأنه مهتم وكذا، طبيعي، هذه أشياء طبيعية. بارك الله فيك.